أنهى اليوم فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، وكان في توديع ضيف الجزائر بمطار هواري بومدين الدولية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بعد الاستماع للنشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. ضيف الجزائر صافح مودعيه من كبار المسؤولين في الدولة الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. الزيارة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. كما سمحت الزيارة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة.